تعال دوق يا حلو ميل، تعال دوق خد لك صندوق. عمرو ابو زيد ازيك عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. منورنا في اغنيهالك. ده نورك واحلى برنامج، وانا سعيد ان انا معاك والله. اخر اغانيك اغنيه كتاب الرجوله. كتاب الرجوله تقولها لمين؟ دي اقولها للرجاله كلها وكل راجل جدع. نغنيها لهم بقى. يلا. يا معلمه يا مريسه، انت المدير في المدرسه. عمرو، مين ملك النوع ده من الفن الشعبي في مصر؟ الرئيس متقال. تحب له ايه بقى؟ احب انا كل اغانيه حلوه، بس انا بحب اغني له بص على الحلاوه دي، بغنيها في اي فرح طبعا. تيجي نقولها؟ نقولها. يلا يلا, يلا. لم الملس لمي يا حلوه يا زينه، لم الملس لمي 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 يا حلوه يا زينه، عجل انشرك مني من جمالك يا حلوه يا زينة. الفنان الشعبي بيقدر يغني اي حاجة تانية. ممكن نقول لدارة الايام. يلا بينا. ودارة الايام ومرت الايام، ودارة الايام ومرت الايام، ما بين بعد وخصام وقابلته، نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سرته، وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سرته، وسمحت عذاب قلبي ما عرفش ازاي انا كلمته. من الاغاني برضو اللي علقت مع الناس قوي فولكلور صعيدي هي اغنيه يا شمس يا منوره غيبي. طبعا جميله، الناس كلها بتحبها، اغنيه جميله طبعا وكل مصر بتحب تسمعها. تيجي نقولها؟ يلا. طب ايه رايك نسمعها منك؟ يلا بينا. يلا بينا. يا شمس يا منوره غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منورة غيبي، كفاية ضيك يا حبيبي، ودي يا ليالي وجيبي، ولا لاقي زيك يا حبيبي. حبيبي 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 حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عشقه ودم فينا بديبي، مكتوب هو ونصيبي. حبيبي 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 حبيبي. حلو قوي. طب تحب نختم بايه؟ نقول سلم علي. يلا بينا. يلا بينا. سلم علي سلم علي، لما جبلني وسلم علي، ولدي يا ولدي سلم علي.